يا من إليك تضرعي ورجائي وإليك أمر الخلق في العلياء، يسر بفضلك كل أمر معسر واغفر ذنوبنا بسر سيد الشفعاء. يا رب يا من بجلاله يجري السحاب، ويا من كلما نودي أجاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من كلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وعلمه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناداك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري، أنت الكريم أنت الحليم أنت العظيم أنت الرحيم. يا رب ومن يجود بكرمه إلاك. وصلاة وسلاما على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، هو النبي المصطفى والرسول المجتبى، هو رحمة الله للعالمين، محمد هو أحمد هو طه هو ياسين. أوصانا ربنا بالصلاة عليه فقال صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة، إنها ليلة تكريم لراحلنا الكريم الحاج عبد الموجود سليمان أبو العنين، كان رجلا من الصالحين. ففي ليلة التكريم اجتمعنا أجمعين لنشارك الأسرة الكريمة ممثلة في أسرة آل أبو العنين أجمعين، ممثلة في الحاج الدسوقي أبو العنين والحاج سليمان أبو العنين والأستاذ سليمان، وممثلة في الحاج عيد صاحب الرأي الرشيد، وممثلة في الأستاذ شوقي والأستاذ محمد عبد الموجود، وممثلة في أسرة المرحوم الحاج عوض والحاج معوض، وممثلة أيضا في آل الهواري وآل خيام. فلقد شرفنا السيد المستشار محمد بيك الهواري الذي يتقدم بالشكر لكم جميعا وباسم أسرة المرحوم الحاج فتح أبو العنين والحاج الصبحي أبو العنين، وباسم الأستاذ أحمد معوض أبو العنين والمرحوم الحاج حسني أبو العنين وأصحاب النسب الأستاذ عادل شكر وآل خيال وآل الهواري والأستاذ أيمن عيد والأستاذ الشفعي. أشكر لكل من شرف بالعزاء. أيها السادة، ليلتنا قرآنية يحضرها أهل الواجب والخلق والمزية. فضيلة شيخ
حاج فتحي الزهار والشيخ عيسى ابو عيطة. هيا بنا لنبدأ جمعنا باستماعنا لآيات ربنا ومع قارئنا وشيخنا فضيلة القارئ الطاهر والصوت الزاخر والأداء الباهر فضيلة القارئ والعلم الإذاعي الكبير الشيخ محمود محمد صابر يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده ألم تر أن الله
ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل Hello.
وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار
وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما تصد وما يجحد واخشوا يوما لا يجزي والد عن والد ولا مولود بالله الغرور.
علم الساعة ويدرك
هنا السيدة زينب. إن الله عنده علم الساعة. وينزل ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي الأرض تموت. وما تدرين ما تكسب حقا حقا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إلى ما تيسر من آيات سورة لقمان أسمعنا وأسمع الآذان والأذان وخاطب العقل والوجدان بصوته الكروان فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقمر المجالس القرآنية بالأمة الإسلامية. أيها السادة نشكر إلى فضيلتي وإلى حضراتكم جميعا وأيضا شكرنا للسيد المستشار محمد بيك الهواري والأستاذ عبد الحميد كما أشكر أيضا الأستاذ عبد الحميد خيال والسيد النائب المنتظر المحبوب الحاج عربي فؤاد وأشكر أيضا الأستاذ رضا خيال. أيها السادة باسم عائلات أبو العنين أسرة الراحل الكريم حاج عبد المعبود سليمان أبو العنين باسم الحاج السوقي وباسم الحاج عيد وأيضا باسم الأستاذ سليمان والأستاذ شوقي والأستاذ محمد عبد الموجود أشكر لكل من شرف بأداء الواجب
كذلك أشكر أيضا إلى كل من شرف ها هنا بأسرة المرحوم الحاج عوض، أسرة المرحوم الحاج معوض، وأسرة الحاج فتحي والحاج صبحي آل أبو العنين. أشكر أيضا باسم الأستاذ أحمد معوض وأسرة المرحوم الحاج حسني. أشكر لكل من شرف بالعزاء. أيها السادة، أشكر أيضا الأستاذ عادل شكر، وأشكر أيضا إلى الأستاذ أيمن عيد وكل من شرفنا بالعزاء. الفراشة الكبرى الحاج عطية أبو غنيمة ولده عبد الله، والهندسة الكهربائية ياسر فرج، والهندسة الإذاعية حاج محمد جمعة منصور، ومصورنا ومخرجنا ناصر صلاح، ومقدم ضيافتنا الحاج أمين عبد الله بالزمرونية.